روزا اليوسف تتحدث عن أيضا رئيس جهاز حماية البيئة اللي بيقول لم يتم بيع أي شبر من المحميات وتطويرها بما يتناسب مع طبيعتها. التفاصيل على لسان الدكتورة منى كمال رئيس جهاز شؤون البيئة اللي قالت بشكل واضح عشان نقفل الكلام في الموضوع ده اللي بيتردد كل شوية إنه لم يتم بيع أي شبر من أراضي المحميات الطبيعية لأنها ملك للدولة وتعتبر منفعة عامة. وبتقول ان الجهاز لا يمتلك هذه المحميات حتى يقوم ببيعها ولكن له الولايه عليها ويحاول الحفاظ عليها وحمايتها والاستفاده منها لانها حق للاجيال المقبله. تحدثت عن بعض الاشتراطات البيئيه، تحدثت عن بعض الشروط اللي لابد ان يتم توفرها في هذه المحميات وجهود الوزاره للحد من التعدي على هذه المحميات بشكل او باخر.